السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا محدثكم هنا من أمريكا مبتعث LA. طبعا أنا أصلا من طريق الهدى بعد محلات الفاكهة. كان سبب ابتعاثي إني ألاقي حل للوضع المزري الموجود في طريق الهدى الآن من الناس والسياح اللي يستقبلون جماعتنا هناك. أولا الوضع ما عاد زي أولي، هبولنا فشفش ما عاد شيء، ولا فاكهة من محلات الفاكهة حتى اللي قبلنا ما يسخون يشترونها ويحبون، ما هلا قاعدين في سياراتهم ويصورونا. والتصوير لا أحكيكم عن أوضاع مزرية، يخلون الواحد لين يقفي لين يقفي ويحب يشوف صورة. هذا الوضع ما غير أخلاقي هذا أولا، وغير إنساني، وإن كان تعرضون إنسانياته ثاني شيء. ثاني شيء ولا هم يا جماعة الخير، نحن قطيعنا مسالم، وإن كان الناس ما ينزلون مثل الآونة الأخيرة احنا بحسن نية نجيهم، نقعد فوق سياراتهم نلعب أطفالهم ولكن نتفاجأ بالسلوك الغير حضاري اللي يجي من بعض الناس. أولا عندك إلى هنا القرد، ها إلى هنا وكذي كذي إلى هنا، ها شوف معايا، ويغزب بذيك البوري. بوري دي انه مركب في كوريلا يا جماعة الخير، وانا مطلع على الفريق اللي عندي يروحون على كوريلا باساس انه حتى البوري حقها خفيف، رجعوا مغزلة ما يدرون الحين يتهرجون في الجبال ويأكلون الحصى يحسبونها فاكهة. ذهبت عقولهم في تلك الرحلة. هذا الوضع غير، وغير اللي يطشون موية من وراء قلت عيب، عيب الحركات عيب وغير مقبولة، وراح نصدر تركيب دراسة هذه المآسي. قررنا ما هو تالي. أولا ينقسم القطيع إلى فريقين، فريق في النهار وفريق في الأفترنون، هذا أول شيء. يصرف لجميع القطيع بمعدل واحد بوكسر، ما حد بتشوفون شيء، يحرم ما حد بتشوفون شيء.